سلام بنات الداري، كيف داري؟ لاباس عليكم؟ ميكونش بخير. اليوم نهار جديد، فيديو جديد على قناتي، وكنت منا كلكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم البنات غادي نشارك معكم البطبوط اولا المطلوع، كيجي بنات ناجح 100%. تابعوا معايا البنات الفيديو حتى الاخر، ولا تنساو ليا اللايك في هذا الفيديو. دابا البنات بسم الله، غادي نحتاجو في المقادير جوج زلايف ديال الفورس وزلافه ديال الفينو. ودابا غادي نخلط بين الفورس والفينو مزيان. دابا البنات غادي نحتاجو جوج المعالق ديال الخميره ديال الفوريه، وهاد البطبوط البنات غادي ينجح لكم 100%. دابا البنات غادي نحتاجو واحد المعلقه صغيره ديال الملحه والماء دافي، والعجينه البنات خاصها ما تكونش قاصحه وما تكونش مرخوفه باش يجي لكم البطبوط مفشفش. من بعد البنات ملي دلكنا العجينه مزيان، دابا غادي نخليه واحد 10 دقائق ونطلقوا ان شاء الله باش ندلكوها مره ثانيه. البنات ملي ارتحت لي العجينه واحد 10 دقائق، دابا غادي ندلكوها مره ثانيه. هنا فين البنات فين كتجي السر ديال البطبوط باش يجي لكم مفشفش ومنفوخ. من بعد البنات ملي دلكت العجينه مزيان، دابا غادي نخليو العجينه تخمر ونطلقوا ان شاء الله. من بعد البنات ملي خمر لي العجينه، دابا غادي ندير ليه الكويرات. دابا البنات خديت واحد الكميه قليله ديال الدقيق، دابا غادي نقطع العجينه وغادي ندير الكويرات، يكون الحجم ديالها يكونوا صغار. تنكمل كل الكميه ديال العجينه ونتلاقاو ان شاء الله. من بعد البنات ملي كملت الكويرات ديال العجينه، ضروري البنات خاصنا نعاودوها مره ثانيه باش يجي لكم البطبوط مفشفش، ضروري البنات في هذه المرحله. من بعد البنات ملي ارتاحوا لي العجينه، دابا غادي نقرصوا الخبز ونتلقاو ان شاء الله. بعد البنات ملي قرصت الخبز، ضروري خاصنا نقلبوها الجهة الثانية ونخليوه يخمر ونتلاقاو ان شاء الله. بعد البنات ملي خمر الخبز، خديت المقلة الثقيلة، دابا غادي نرمي الخبز. من بعد البنات ما غاديش نخليو الخبز تيشرف، غادي نخليو واحد دقيقه، ودابا غادي نقلبها في الجهه الثانيه وغادي نخليو الخبز زينا تتحمر وغادي يتنفخ بوحدو. والبنات البطبوط دابا كيتنفخ، عبد الاخوات قالوا لي شاركي معنا الخبز ديال البطبوط، واليوم راه وفيت بطلب ديالهم. راه كيجي البنات هاد الطريقه اللي وريت لكم، كيجي ناجح 100%. كيجي البطبوط ناجح وغزال كما كتشوفوا دابا. صافي البنات غادي نستمر في الخبز ونطلقوا البنات في الشكل النهائي. ايوا البنات من بعد ملي طاب الخبز ديالي، كيجي البنات خاوي من الداخل، وكيجي البنات ناجح 100% كما كتشوفوا في الفيديو.
راه البنات الفيديو راه وضح لكم كل شيء وخاوي. وكنتمنى الطريقه ديال الخبز تعجبكم، وكنتمنى عبد الاخوات اللي قالوا لي وري لي الطريقه ديال الخبز. راه اليوم البنات راه وفيت بطلب ديالهم، كنتلقاو في الشكل النهائي. بعد البنات مليطه بالبطبوط ديالي، درت لي شويه ديال الزبده وشويه ديال العسل كما كتشوفوا دابا، كيجي البنات ناجح 100%، وكيجي البنات غزال وغزال ورطب. وشكرا لكم سوا البنات سوا الدراري كاين في القناه ديالتي، شكرا لكم اللي كتخليو ليا، شكرا على اللايكات اللي كتخليو ليا، شكرا لكم بزاف بزاف. ان شاء الله حتى الفيديو الاخر تولي فريوسكم. يلا بسلام عليكم.